السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقسم معكم وجبة عشاء بدون لحم اللي غادي نحتاج لها مكونات بسيطة وموجودة عندنا في كل دار. غادي تكون الأساس ديالها هو الأرز والخضار. نبداو. هنا عندي غرام مقطعة، جزرة مقطعة، بطاطا مقطعة، أرز. أنا عندي هنا روز كلاس اللي تقدروا تستعملوا بلا سوء اي ارز موجود عندكم. عندي قزبر معنوس مقطعين، بصلة محكوكة، طماطم محكوكة، جوج معالق تاع الزبدة. هنا عندي معلقة ديال لاصوص طوماط، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال الملحة، معلقة تحميرة، ورس معلقة ديال الابزار، بطبيعة الحال زيت المائدة باش نطيبو به. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نوضعو الزيت، غنضيفو البصلة، نخليوها تشحر شوية حتى طيح. من بعد غنضيفو الطماطم محكوكة، كنشحروه مزيان، كنضيفو ليهم القزبور مع النص، نحاولو نخليهم يتشحرو مزيان. غادي نضيفو ليهم العطرية، راس معلقة ديال الإبزار، معلقة تاع التحميرة، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال الملح، وهنا معلقة ديال لاصوص طوماط. غادي نخليوها حتى من بعد. غادي نخلط العناصر مزيان، هما كيتشحروا انا تنخلط باش ما يحترقوش. من بعد غادي نضيف لهم الجزر، يا جزره صغيره مقطعه قطع صغيره، نخلط مزيان. بعد نضيف لهم نص لتر ديال الماء ونخليه يطيب، لانه كياخذ وقت اكثر في الطياب. هنا جبنا جبتها من الكونجيلاتور، سديت على طنجرة ديالي ونخليها يطيب شي شوية. من بعد غادي نرجع نضيف الباقي ديال الخضر، نضيف الجبنة اللي قلت لكم ضفتها من بعد، قرعة قطع صغيرة، بطاطا مقطعة قطع صغيرة. نخلط مزيان، نخلي الخضار يشربوا المرق اللي كان عندنا من قبل مع تحرك بطبيعة الحال. من بعد غادي نضيف لتر ونص ديال الماء، المقدار اللي يطيب فيه كل شيء، يعني الرز والخضار كامل. من بعد غادي نسد عليها ونخليها تطيب حتى تقرب الطيب ديال الخضار ديالي. عاد من بعد غادي نحل عليها ونشوف الا كانت قريبه تطيب غنضيف لها الارز. كما كتشوفوا من بعد ما قربت تطيب لي الخضار، غادي نوضع معلقه نجرب. ملي كنشوف بلي كلهم قربوا يطيبوا، غادي نضيف لهم الأرز اللي هو كاس كبير. غنضيف معلقة ديال لاصوص طوماط اللي كانت بقات لي من العطرية، نخلط. وغادي نخلي هاد 15 دقيقة هكاك، حيت الرز عندي كيطيب على 15 دقيقة. من بعد غادي نضيف ليه زبدة في الأخير، من آخر مرحلة من يقرب يطيب. أنا الأرز ديالي كنشوف بلي صافي ما بقى الأول ويطيب، يعني بقات له 5 دقايق هكاك. غادي نضيف ليه زبدة،
ما نخليهش بشويه 5 دقائق ونطفي عليه ونخليه يشرب الماء اللي فيه. بعد كيف ما شفتوا 5 دقائق كيكون نشف معنا، وهذا هو الطبق كيجي اليوم. اختاريت نوضعو في اطباق فرديه وانتم تقدروا توضعوا على شكل اللي بغيتوا. وكنشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.